ان احنا قدام مجموعتين، مجموعه تكفيريه والسلفيه الجهاديه. السلفيه الجهاديه تشكلت اساسا عقب الحرب الافغانيه، وبعد دخول القوات الامريكيه الى الجزيره العربيه تشكلت هذه المجموعات السلفيه التي تاخذ من الجهاد وسيله لتحقيق اهدافها. وحتى ان ابو محمد المقدسي مره عبر بكلمات يعني بسيطه عن الطبيعة بتاعتهم، قال نحن نسعى لتحقيق التوحيد بقتال الطواغيت. هم يرون أن الأنظمة الحاكمة هي أنظمة طاغوتية، أنظمة قد ارتدت عن الدين لأنها لا تحكم شرع الله عز وجل، فلا بد من قتالهم حتى يعودوا إلى تطبيق الشريعة. وللأسف الشديد مصطلح الطواغيت ده جاء في معالم في الطريق للشيخ سيد. لا، هو المصطلح المصطلح جاء اصلا في القران الكريم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولكن التأويل. الذي حمله مضامين بقى كثيره. أيوة. الذي حمله مضامين كثيره ومضامين عده هو الاستاذ سيد قطب رحمه الله، بس مش في هذا اللفظ تحديدا، هو في لفظ الحاكميه. ايوه، هو في مصطلح. أيوة. الحاكميه. وهو مصطلح الحاكميه من المصطلحات اللي استخدمتها بعد كده، التي استخدمت بعد ذلك استخداما واسعا لتبرير الحرب على الانظمه الحاكمه في مصر وفي البلدان العربيه. في بيئه اللي احنا حكينا عنها وخاصه في الجزيره العربيه تم تشكيل ما يعرف بالسلفيه الجهاديه. وكانت المشكله ان هذا التيار يعني وجد طريقه عبر فضاء الانترنت. يعني عبر فضاء الانترنت كان يتم تداول المعلومات، تداول البيانات، حتى كان يتم تداول صنع القنابل والمتفجرات عبر فضاء الانترنت اللامحدود اللامراقب. فكان يتم تداول مثل هذه المعلومات. تم تشكيل السلفية الجهادية واللي وجدت محضن ليها في تنظيم القاعدة. وبعد أن تخلى القاعدة، وأخطر حاجة يعني لجأ إليها تنظيم القاعدة، أنه تحول من فكرة من عمل مؤسسي إلى فكرة. القاعدة ليست عبارة عن تنظيم له رأس وله مؤسسات وله تنظيم هرمي. القاعدة فكرة. هذه الفكرة صحيح. تسري في أي مكان. فإذا ما التقطها أشخاص في مثلا في المغرب قاموا بتفجيرات الدار البيضاء. إذا ما التقطها أشخاص مثلا في أندونيسيا قاموا بتفجيرات بالي. إذا ما التقطها أشخاص في أوروبا وجدت عندهم الجاهزية قاموا بلندن وتفجيرات مدريد. هي فكرة. والفكرة لابد أن تحارب بفكرة، لأن العنف والإرهاب يبدأ بفكرة وينتهي بفعل. يبدأ بفكرة وينتهي بقتل. فلابد أن احنا عاوزين نواجه هذه الفكرة. الأفكار لابد أن احنا نواجهها بالفكرة، ولابد أن احنا نواجه بالفكر المضاد. زائد أن بيئة التكفير علشان تنمو في بيئة فيها شرطين: الجهل والفقر. الجهل والفقر. وأنا عندي مثال في مصر يعني واضح جدا، الشوقيين في أواخر الثمانينات والتسعينات. الشوقيين كان مركزه في قرية كحك في الفيوم. وقرية ومحافظة الفيوم على فكرة من المحافظات الأقل نموا في مصر، دي حاجة. كحك بالنسبة في الفيوم بقى نفسها قرية فقيرة جدا، يعيش أهلها على مهنة الصيد. في هذه البيئة نشأت جماعة الشوقيين نسبة إلى شوق الشيخ اللي تم اغتياله سنة 92 على أيدي الشرطة المصرية في عهد اللواء عبد الحليم موسى. ما شاء الله، يعني موسوعة. شكرا. فالشوقيين لما نشأوا هناك نشأوا في بيئة تتسم بالفقر، تتسم بالجهل. احنا في مجتمع مصري يعيش منه حوالي 40% تحت خد الفقر والأمية، وال60% الباقيين تقدر تقولي ان تلتينهم تحت خط الثقافة. تلتينهم، وده نتاج ال 30 سنة اللي احنا عشناهم الماضية. ترك مجتمع مفككا مهلهلا تعليميا، ثقافيا، معرفيا، اقتصاديا، اجتماعيا، كل وهذا كل المشاكل والتفجيرات التي نراها الآن، التفجيرات المجتمعية، الإضرابات، المشكلات اللي في سيناء، المشكلات هي نتاج 30 سنة احنا عشناه. لما عندنا، انا عاوز اقول لحضرتك بس في النقطة دي بالذات، لما عندنا التعليم انهار، انهارت معاه كل حاجة. احنا أسس التفكير السليمة ما عادتش موجودة في المجتمع المصري. طيب. وديت يعني كارثة. الشيخ كرم جهدي يعني ذكر الحاكمية وذكر التفكير القطبي الذي سيطر على بعض الجماعات، ولما ذكرت حضرتك الشوقيون دلوقتي بنرى أن هؤلاء هذه الجماعات بتتفرع من جماعات أخرى، أو يعني هل الشوقيون مثلا تفرعوا عن التوقف والتباين؟ ما هو الشوقيين هم توقف وتباين. هو فكر التكفير في فكر التكفير في حاجه بسيطه. يعني عاوز اقول حاجه انه على طول فكر يعني منشطر. الجماعه تبقى جماعتين والجماعتين يبقى اربعه على طول. انشطاري. اتفضل يا شيخ.
هو زي ما بيقول الشيخ سمير أن فعلا هذه الجماعات زي الانشطار المتسلسل كده بتاع زي الانشطار المتسلسل أيوة القنبلة الذرية أو النووية المشكلة في أنهم بيفهموا الفهم المباشر البسيط جدا لآيات القرآن فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول ده كلام مش عايز تفسير دي أول أول خطيئة يقع فيها لما يقول هذا كلام مش محتاج تفسير أهو بيحكم بغير ما أنزل الله يبقى فأولئك هم الكافرون ويقول فأولئك فيبقوا كلهم ما قالش واحد بس يبقى الحاكم واللي حواليه كلهم كافرون وهو بذلك يعني يخالف تفسير أهل العلم والسلف الصالح تماما لهذا الأمر لأن لو فهمت هذه الآية على هذا النحو يبقى كل واحد بيرتكب معصية بيحكم بغير ما أنزل الله مش يعني لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني اللي بيرتكب المعصية في هذه الحالة بيحكم بغير ما أنزل الله يبقى كافر وإذا قلنا أن المرتكب المعصية كافر يبقى إحنا كفرنا المجتمع كله في لحظة واحدة ببساطة شديدة فهم يقعون في ذلك ويبدأوا يتوسعوا في هذا الأمر وبعدين يحصل لهم في الحوارات كان بيحصل أن بيجي أخ يفاجأ بأنه هو نفسه قال كلمة دلوقتي معصية يقول استغفر الله قالوا لا أنت عملت معصية يقوم يغتسل ويشهد الشهادتين من أول وجديد هذا كان بيحدث في الحوارات فالفهم فهم غير متأصل شرعيا ولا علميا أبدا وإنما هو فهم يعني سطحي مباشر ينتج عنه النتائج اللي هي بتؤدي إلى الجماعة كلها تبقى جماعة كمان بتحقق له في ذاته يعني أشياء نفسية أنه يشعر أن هو المسلم الوحيد الموجود واللي حواليه كلهم كفار زي ما قال أخونا الشيخ سمير أن أحيانا بيبقى الطبقات اللي فيها يعني بسيطة أو 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 فقراء جدا بعضهم طبعا لأن في هناك من الفقراء بيبقوا أفضل من ناس كثيرة جدا في العلوم وفي الفهم لكن في يعني بيؤثر فيهم زي الطبقة بتاعت الإخوة الشوقيين دول لان في فقر لان في فقر وان ما فيش بيئة حاضنة للإرهاب بالضبط علشان كده احنا بنطالب الدكتور مرسي انه ينظر الى الداخل مهم جدا للغايه لابد ان ينظر الى الداخل والى البطاله والى احياء ذلك الامر ثم الى العلم الى نشر العلم لا يترك المجتمع كله بيتكلم في السياسه جوه التكاتك لا احنا عايزين المجتمع يبدا يتفهم القضايا الشرعيه فهما صحيحا ودي قضايا التعليم اللي بيقولها اخونا الشيخ سمير ان كمان في ناس دلوقتي عايزه تتدخل في مناهج التعليم وتضع بذرة المخالفات الشرعية في جوه الكتب وجوه كتب الدين علشان تخلي الناس يبدأوا يجنحوا إلى التكفير وإلى ما إلى ذلك.